ورحمة الله على شيخي وأستاذي سعيد العنبتاوي الذي درست عنده في آخر مرحلة أحكام التلاوة. فبعدما درست عند مشايخي هنا وهناك فقالوا لابد أن تختم عند الشيخ سعيد العنبتاوي رحمه الله، فذهبت إليه ضمن قصة طويلة ودرست عنده شيئا من أحكام التلاوة وقرأت عنده حتى قال لي الآن يمكنك أن تتحول إلى قراءة أخرى، قراءة ورش. لكن الذي السبب في ذكرنا هذا الأمر أني عندما زرته كان قد أصابه السكري وفقد عينيه، ومع ذلك بقي في اليوم الواحد عنده في اليوم الواحد عنده 5 دروس لكتاب الله، ثم أصابه السكري أكثر فقطعت وبترت رجله. فعندما ذهبت إليه فإذا به قد فقد عينيه البصر وبترت رجله وهو جالس يدرس درس في الصباح للنساء والفتيات والأمهات والأخوات، درس بعد الظهر لكبار السن فقط محصور بكبار السن، درس بعد العصر في القراءات في التخصص ليس في حفص عن عاصم في القراءات، وهكذا درس بعد المغرب في حفص عن عاصم، درس بعد 5 دروس في اليوم الواحد وربما تقل أحيانا، وبقي على ذلك حتى مات رحمه الله. فإذا يا جماعة هذا الذي ينفع، هذا الذي ينفع كبار السن إذا لم يكن عنده علم يتثاقل الناس من مجالسته، بل نرى إعلانات هنا وهناك مطلوب من يجالس كبار السن فقط لأن أولادهم لم يعودوا يطيقون مجالستهم ولا أن يطيقوا خدمتهم، فهذا لا علم ولا فهم عندما كبر أصبح يهذي ويتكلم بكلام لا وزن له، فأصبح أبناؤه وأولاده وبناته متثاقلون أو متثاقلين منه حتى يريدوا ممرضا أو مجالسا، ويقول لا حتى رأيت أحدهم يصرح الحمد لله ما قصرت مع أبوي حطيت له ممرض، وانت والله اني بطلت عليه كل أسبوع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.